اسالك عن التعامل الصحيح فيها، لان اوقات كتير جدا مثلا يحصل من الامهات ان هي مثلا بما انها اللي بتبقى قاعده مع اولادها فتره اطول، فحصل موقف سلبي من الولد ولا البنت، فتروح معاقباهم مثلا مالكش تليفون النهارده، مالكش تلفزيون النهارده، او تحرمه مثلا من مصروفه، او تتخذ معاه اي اسلوب عقاب. يجي بابا نكاية في ماما هتفتح التلفزيون وهتقعد براحتك. أوه. هي بقى تروح، انا قايله له مش هيفتح ابني وهيسمع كلامي، وانا الراجل وانا اللي كلمتي تمشي. صحيح الموقف ده بيحصل في بيوت كتير بصور مختلفه. قولي لنا تاثير ده ايه على الاولاد، والتعامل الصح فيه بقى ازاي من الطرف اللي يعني كلمته بتتكسر. تمام، انا هتخيل كده الولد دوت قاعد وهو بيشوف بابا ماما وبابا نائر ونقير كده عمالين يقولوا لبعض الكلام ده، قصاد بعض. هو بيشوف ايه؟ انا في الاخر هطلع كسبان، انتوا اعملوا اللي انتوا عايزينه، انا لا بحبك ولا بحبك، بس في الاخر هعمل اللي انا عايزه. فالمهم في الموضوع في النقطه دي ايه؟ مصلحتي تتقضي. انا لا بحبك ولا بحبك. ايوه، لان الموضوع لما بيوصل للمرحله دي بيسقط اصلا مقام الاب والام من عين الطفل. انا هحترمك على ايه اذا كانت مراتك مش بتحترمك، او هحترمك على ايه اذا كان جوزك مش بيحترمك. فهو لما بيوصل الطفل ان هو يشوف المنظر ده قدامه، لا ده انتوا الاثنين اصلا سقطتوا من نظري كقدوه، سقطتوا من نظري كموجهين لاي حاجه في سلوكي. ما حدش منكم يجي يقول لي بعد كده انت بتعمل حاجه غلط، ولا انت بتعصب على اختك ليه، ولا بتضرب اخوك ليه. لان انا كاب او انا كام عملت كده اصلا، وبالتالي ايوه. واكتر سبب من اسباب العناد عند الاطفال اصلا اللي هم بقى السن الصغير، بنتكلم في 3 4 5 سنين، ان هو التذبذب في المعامله. بابا يقول على حاجه وماما تقول عليها لا في نفس الوقت. طب انا دلوقتي كطفل، انا دلوقتي عايز اظبط البوصله بتاعه السلوك بتاعي، السلوك ده صح ولا السلوك ده غلط، على اساس بابا وماما هم اللي عارفين الصح. فلما حد يقول لي ده صح، وحد يقول لي لا ده غلط في نفس الوقت على نفس السلوك، طب انا كده هظبط البوصله بتاعتي على انهي ناحيه؟ ايه بالظبط؟ فيهم اللي صح بيحتار بالظبط. وفي الاخر لما بيوصل للمرحله دي بيقول خلاص يا جماعه، انا لا هسمع كلام بابا ولا هسمع كلام ماما، وهنفذ اللي في دماغي، وانا عارف ان دماغي هي الصح. طب لما يحصل موقف زي ده الزوجه تتصرف ازاي، او العكس الموقف يعني؟ المهم في الاخر الشخص اللي بيتكسر كلامه في القعده المفروض يتصرف ازاي؟ واحنا خلينا نتفق ان الام طبعا هي اللي كلامها هيتكسر في الاخر. ايوه يعني، لان يعني هو هيقول لها في الاخر انا الراجل وانا القيم على البيت وانا مش عارف ايه. فهي هي هتسكت في الاخر. هتسكت لو هي محترمه، لكن لو هي يعني بترد تجيب في الكلام معاه وكده، هتقول له لا طب انا اللي كلامي هيمشي، وهنشوف بقى مين اللي ده ابن مين، ويسيبوا المعلقه محترمه تحصل قدام العيال. بالظبط. فاحنا طلعنا الموضوع اصلا من مشكله، من ان احنا عايزين نستغل الموقف كحاجه تربويه، لحاجه بقت سيئه جدا وبقى سلوك سلبي اصلا يعني. دلوقتي طبعا في الموقف دوت لما يحصل، المفروض لو احنا اصلا في وعينا ان احنا عايزين نربي اولادنا، مش هنعمل التصرف ده. لكن لو يسيبه يكسر كلمتي ويطلعني كده ماليش كلمه قدام ابني. لسه هقول لك اهو، لسه هقول لك. المفروض قبل ما يحصل حاجه زي كده اصلا، من اول ما العيال جالنا نونو النهارده، عندنا الواد عنده شهر ماشي، هنتفق لو سمحت كلامنا ما يتكسرش قدام بعض. عايز تعمل حاجه او عايز تعارضني في حاجه، اغمز لي كده ونخش جوه وقول الكلام اللي انت عايز تقوله وخلاص، ايه ونظبط الموضوع بيننا وبين بعض. يعني قصادي بس بيننا وبين بعض، بلاش قدام العيال كده. ما هو انا بقول لك ورا باب اوضه النوم ده بيحصل حاجات كتيره، يعني كل البيوت فيها خناقات، لكن مش كله بيبقى كده على العلن. يعني هيبقى صعب جدا ان يكون الاولاد شاهدين على كل المباريات اللي بتحصل كل يوم، هيبقى في بس مباشر 24 ساعه. فمش ممكن، مش منطقي ابدا ان احنا نخلي اولادنا جوه الدايره دي. وما ينفعش نستغلهم، واحد زي ما كنت بتقولي يا ندى من شويه، ما ينفعش استغلهم اقول لهم ان يعني انت تعالى، كل واحد ياخد الاولاد عنده ويظهر مشاكل في التاني او ضعف التاني في قصوره في حاجات تانيه. طيب